مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أفاد بالآتي: حصل تقدم لمصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، ده سنة 2022 الجارية والتي قاربت على الانتهاء، إن هو إلا تقريبا 31 يوم والسنة دي تخلص، نتمنى إن 23 تطلع أحلى. طيب مصر حققت تقدم قد إيه من 2020 ل 2022؟ يعني ال 24 شهر دول مصر حققت تقدم 42 مركز. كنا زمان في المركز 111، وصلنا إلى المركز 69، يعني بنلعب مع الكبار، بنلعب مع الكبار، ده في إطار مصر الرقمية، الحكومة الرقمية، حكومة متقدمة. بقينا بنلعب في تصنيف A، ما هو A B C، انت دلوقتي تصنيفك A. مؤشر نضج الحكومة الرقمية بيقيس ازاي؟ بيقيس بمعدل نقاط ل 198 دولة على مستوى العالم. انت كنت لحد 2020، شوف بقى اللي قاعد يقول لك ايه، كنا قد قطعنا شوطا كبيرا عظيما في بنيتنا التكنولوجية والرقمية والبطيخية، وكل الكلام اللي اتقال اي كلام اي كلام. لحد 2020 كنا في رقم 111، اي كلام. مش كنت بقول لكم من شويه احنا الجيل بتاع عاوز تخش على الانترنت هتقعد تعمل دايلاب وتسمع صوت في التليفون مزعج مزعج، وتقعد بقى 10 15 دقيقه بتكونكت يا رب، وتدعي ربنا وتقوم تصلي لك ركعتين وترجع وتكمل دعاء واذكار الصباح واذكار المساء، ولسه ما عملتش كونكشن وتفشل المحاوله، ارجوك حاول من جديد. اهو زيما اهو حياته كلها كانت تكنولوجيا، الولد كان هيأس. فتيجي انت بقى من 2020 ل 2022 تنط توصل لحد الرقم 69، تقفز 42 مركز، بعد ما كان تصنيفك سي بقيت ايه؟ بقيت مع الكبارات. ما انت ايه دي اللي هي فين؟ يعني اوروبا، امريكا الشماليه، وبعض من دول امريكا الجنوبيه، وبعض من دول اسيا. انت عمليا انت وسط ال 69 الكبار، والتصنيف بتاع بلاد بره بيقول لك انت بقيت ايه. طيب في اربع مؤشرات رئيسيه زي هذا المؤشر اللي هو نضج الحكومه، مثلا مؤشر الانظمه الحكوميه الاساسيه، مصر هنا جت ضمن الفئه بتاعه ايه؟ الدول المتقدمه. تقديم الخدمات الحكوميه الرقميه جت برضو في المؤشر ايه او جت في التصنيف ايه؟ مؤشر التفاعل الرقمي مع المواطن، التفاعل ما بين هذه الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الرقمية والمواطن، هنا خدنا بقى إيه؟ بي، ما هو بيحسبها في أقصى متوسط ونقط. مؤشر ممكنات التحول الرقمي، مستقبلك الرقمي، جينا ضمن الفئة بتاعت الدول المتقدمة إيه؟ بتصنيف عام إحنا كده إيه؟ وش؟ طيب يفتنا في ذلك أيضا دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. أهلا 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 يا دكتور عبد الوهاب. أهلا 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 بالإعلام الكبير. يا رب يخلي حضرتك يا دكتور. دكتور كلمنا على مسألة إن إحنا قفزنا 42 مركز في خلال سنتين، وصلنا إلى تصنيف عام إيه، بقى مركزنا رقم 69 ما بين الدول الكبيرة. يعني أنا استخدمت لقب دلوقتي بقينا بنلعب مع الكبار بعد ما كان تصنيفنا بعيد خالص، كنا 111. دكتور عبد الوهاب. ايوه معاك اهو. ايوه يا فندم. اولا اللي احنا ما بنقفزش كده فجاه. حلو. لازم يكون انت عندك تجهيز، زي ما احنا بنجهز العالم كله بيجهز، احنا كاننا في ريس، كاننا في سباق، كلنا بنجري. اذا كلنا جرينا بنفس السرعه هيظل ترتيبنا زي ما هو. صح. اذا لازم انت تعمل خطوات استباقيه وتعمل اكسلريشن، تسارع اكتر علشان تسبق بعض الدول. انت لما نطيت 42 مركز معناها تخطيت 42 دولة. صح. طب هل الدول دي كانت نايمة او واقفة؟ لا، بتطور نفسها، بس انت طورت بوتيرة اسرع. يعني انا عندي هنا نقطة، ان الحقيقة لولا دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالتحديد ما كانش قفز هذه القفزات وقفزات غيرها. هقولها لحضرتك،
احنا لما نصرف خلال الفترة اللي فاتت اكتر من 100 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية ما كانش حصل ان قفزنا 42 مركز. اكيد. طيب المؤشرات اللي حضرتك قلتها من شوية، لما يكون عندي اربع مؤشرات رئيسية، الاربع مؤشرات الرئيسية دول فيهم 48 مؤشر فرعي بيتحسم فيهم سرعة الانترنت، بيتحسم فيهم نوعية التطبيقات، بتتحسب فيهم المنصات اللي عندك، بتتحسب فيهم عملت كام خدمة رقمية للمواطنين، وعملت إعادة هندسة للخدمات دي شكلها إيه، نوع السيرتيفيكيشن أو الاعتماد اللي انت واخده في التطبيقات، زي مثلا أمن وسرية المعلومات وخصوصية المعلومات، نشر المعلومات. إذن في مؤشرات كتيرة جدا، كونك انت زي ما حضرتك قلت بتلعب مع الكبار، وصل تقديرك ايه بنسبة اكتر من 75%، معناها ان انت هنا كحكومة نجحت في نضج الحكومة الرقمية. نضج الحكومة هنا معناها ايه؟ ده الحكومة هي مقدم الخدمة. كون الحكومة بتقدم خدمة وهي نضجة، معناها هتوصل الخدمة دي باعلى كفاءة وبفاعلية للمواطن. حلو جدا، ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني، طب احنا هل احنا نطينا في المؤشر ده بس؟ لا، ده احنا على جانب هذا المؤشر، الحكومة المصرية في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي واخدين المركز 56 عالميا. 56 يعني برضو بنلعب مع الكبار. طبعا اكيد. ليه؟ طب هنا ليه بقى؟ لان احنا الحقيقة لما انشأنا مركز عقل مصر، اللي هو مركز معلومات اللي في العاصمة الإدارية الجديدة، اللي هفكر حضرتك اتكلف 16 مليار جنيه. صحيح. وفي مركز زيه في منطقة ما محدش يعرفها، اللي هو البكب أو البديل له، برضو متكلف هذا الكلام، عنده إجراءات عالية الدقة في أمن وسرية المعلومات، وفي جميع القواعد البيانات الخاصة الموحدة بتاعت مصر كلها. لما أنت تعمل هذه البنية التحتية التكنولوجية فيها تطبيقات من الذكاء الاصطناعي علشان إدارة المدن الذكية اللي حضرتك لسه بتتكلم عليها، فيها تطبيقات من إنترنت الأشياء، لأن كل النظم النقل والنظم تدوير المخلفات ونظم إدارة البنية التحتية وإدارة البنية التحتية التكنولوجية وإدارة أمن المدن دي كلها هيبقى بنظم إلكترونية، مستشعرات إلكترونية، بكاميرات إلكترونية متوصلة بالشبكات كلها. مش هيبقى فيه بقى لما تتكسر ماسورة مية منتظر لما المية تغرق والناس تبلغ بالتليفون. مجرد ما الماسورة بتتكسر بيبان على الشاشة حتة معينة اتكسرت فيها الماسورة، بيروح فريق الإصلاح فورا. إذا إحنا هنا بنتقدم بسرعة. طب المؤشر الثالث اللي يبشر بالخير، مصر بقى عندها أسرع إنترنت ثابت في أفريقيا. طب معناها ايه؟ احنا كان عندنا الانترنت من سنتين كنا وصلنا الى حوالي 6 ميجا بت بير سكند، حاليا الانترنت الثابت حوالي 46 ميجا بت بير سكند. هل هو ده المأمول؟ لا، احنا عايزين تطور اكتر. بس احنا لما اتطورنا ما يقرب من 9 اضعاف. ليه؟ لان احنا استبدلنا الاف الكيلومترات من الكابلات النحاسية الى كابلات الالياف الضوئية فايبر اوبتكس، واطلقنا طبعا القمر الصناعي طيبة واحد عشان يغطي المناطق الحدودية بانترنت فائق السرعة عريض النطاق. كل ده اهلنا نبقى رقم واحد في افريقيا في الانترنت الثابت. حلو قوي. اذا احنا مؤشراتنا الدولية بترتفع. طب ده هيصب فين بقى؟ هيصب في صالح المؤشرات الكلية للدولة المصرية. احنا النهاردة مثلا على سبيل المثال، الكلام ده ليه مردود اقتصادي؟ ايوة. انت النهاردة لما تيجي تاخد مثلا قرض من صندوق النقد الدولي او البنك الدولي او اي صناديق دولية، بتبص على كل مؤشراتك، مش المالية بس، حتى التكنولوجية. اوكي. اذا احنا النهاردة كل ما بنرتفع في اي مؤشر، اذا احنا بندخل في زمرة الكبار. وانا اعتقد مصر النهاردة لما تبقى ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بعد السعودية وأكبر اقتصاد في أفريقيا، ده حاجة كبيرة جدا. أكيد. هل إحنا هنقف بكده؟ لا، أنا أعتقد أن إحنا النهاردة بإدخال النظم الإلكترونية الجديدة، لما ندخل الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بدل ما هيبقى الناتج المحلي الإجمالي في مصر ما يقرب من 8 تريليون جنيه، ممكن يرتفع إلى 14 و15 تريليون جنيه. ممكن ساعتها ندخل نادي الجي 20،
اكبر 20 اقتصاد في العالم، لان احنا هم بتدخل بناء على ايه؟ على قيمتك طبعا، على الجي دي بي بتاعك طبعا، على الناتج المحلي الاجمالي. احنا عندنا اكثر من 60% من الناتج المحلي الاجمالي مش باين في الناتج المحلي الاجمالي، لانه اقتصاد خفي، اقتصاد مش باين. وعلى فكرة التصنيفة دي في الاقتصاد هم 10 أنواع الاقتصاد الغير الرسمي، ده بتقول عليه الاقتصاد الرمادي اللي هو مش باين في الناتج المحلي الإجمالي ولا في الجهاز المصرفي ولا في الضرائب ولا في التأمينات الاجتماعية. صحيح صحيح صحيح. إذن إحنا عندنا مؤشرات كتيرة جدا في فترات زمنية كبيرة ما عرفناش ندخل فيها، لكن زي ما حضرتك قلت خلال سنتين نتخطى 42 دولة كانوا برضو داخلين السباق وبيجروا، بس احنا جرينا اسرع شوية فتخطيناهم. انا اعتقد الفترات اللي جاية، لان اسرع نمو في قطاعات مصر كلها هو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وده بينمو باكتر من 17% سنويا، وبيساهم بما يوازي 8% من ناتج المحلي الاجمالي المصري. انا اعتقد ان هذا القطاع، وخاصة شهدنا النهاردة دولة معالي رئيس مجلس الوزراء بيشهد توقيع اتفاقيات مع 9 شركات عالمية في تقديم التعهيد، أو أن بتقدم خدمات من مصر لدول خارج مصر زي الكول سنترز وغيرها. كل هذه الخدمات بتدر على مصر مليارات، وتفتح مجالات سوق عمل للشباب برواتب عالية جدا، وكل هذا بيؤدي إلى توطين التكنولوجيا في مصر في وهو المطلوب. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد. توطين التكنولوجيا ده يعني مسألة أنه توطن التكنولوجيا في هذا الوطن بالمناسبة، دي حلم كبير عندي.